اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. أشر في موقع العربي الجديد العراقي يكمل استعداداته للانتخابات، وواشنطن تحذر من هجمات. وتصفحوا في القدس العربي، ناشطون عراقيون يدعون إلى مقاطعة الانتخابات ورفع الشرعية عن النظام السياسي. أما في موقع الهيانات نطالع، هيئة علماء المسلمين في العراق تشارك في وقفة لعلماء الأمة في اسطنبول لنشرة مسيرات حق العودة. ونتصفحوا في موقع الخليج أونلاين، شهيد و973 إصابة في جمعة الإعداد والنذير بغزة. أما في الحياة نطالع، هدوء حذر على الحدود السورية الإسرائيلية، وموسكو تتراجع عن تزويد دمشق S-300. نقرأ في الشرق الأوسط، ماي تبلغ ترامب تمسك الشركاء الأوروبيين بالاتفاق مع إيران. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية، كاتالونيا تنهي حقبة بوجديمون بالتصويت على رئيس جديد. أهلا بكم. لا يمكن وصف ما يجري في العراق بالسباق الانتخابي، لأن المضمار الذي يحتضن المنافسات غير منظم، وتتكدس فيه الأحكام المسبقة والانتقائية وتراكم التجارب الفاشلة وقلة الخيارات المطروحة وسيادة الشك والخوف والكذب وغياب القانون وانعدام الثقة بطروحات ما قبل الانتخابات. حمد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن انتخابات العراق كما لو كانت مجرد عزاء للنظم الديمقراطية في العالم ولوح خشبي يتشبث به الاحتلال الأمريكي لإنقاذ كارثة إغراق العراق بعملاء إيران، نتيجة لسياسات خاطئة تناقضت في رؤيتها بين أهداف أمريكا في المنطقة وبين مزاج قادتها وتقلب سياساتها. ترسيخ العملية السياسية في العراق تحصد نتائجه عمليا الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي بخطيئة الاحتلال، ثم العناد والمكابرة في دعم زعماء الأحزاب الطائفية وميليشياتهم رغم معرفتها الأكيدة بجذورهم العقائدية العابرة لانتمائهم الوطني. قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي اعتراف بخطأ فادح ارتكبته الإدارات الأمريكية بجريمة احتلال العراق في 2003، والقرار كذلك اعتراف بخطأ متكرر يعيد إنتاج ومباركة عملية تواطؤ تسليم العراق إلى إيران في كل دورة انتخابية لهؤلاء العملاء الذين سيتصدرون القوائم الفائزة. اللحظة الأخيرة في التصويت أو في نتائج الانتخابات أو ما بعد النتائج ستكون لإيران وأحزابها وميليشياتها. على الناخبين العراقيين قراءة الانتخابات تحت ضوء تقديم موعد كلمة الرئيس ترامب التي أعلن فيها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عن موعدها المقرر في 12 من أيار الذي كان يوافق يوم الانتخابات البرلمانية. قرار الانسحاب قبل 4 أيام من موعده المقرر له تبريرات متعددة، لكن على شعب العراق أن يضع تقديم الموعد وإعلان الانسحاب في حسابات صندوق مستقبله وليس في صندوق اختياراته الانتخابية فحسب. الكاتب يرى أن 4 أيام هزت العالم قبل الانتخابات في العراق متسائلا، هل سيقرر العراقيون في صناديق الانتخاب خارطة انسحابهم عن طريق إسقاط عملاء الاحتلال الإيراني في العراق، أم أنهم في انتظار بشائر نور المالكي بالحرب الأهلية؟ تتركز الأنظار الآن صوب العراق، حيث تجري الانتخابات التشريعية لأسباب كثيرة، منها أن هذه الانتخابات تأتي في أعقاب الانتهاء من الحرب ضد داعش أكملت
ما لم يستطع الاحتلال الأمريكي البغيض تحقيقه من تدمير للعراق، ليس فقط المباني والمنشآت، ولكن تدمير أسس التعايش المجتمعي وتعميق الانكسار الطائفي في هذا المجتمع. هذا ما أشار إليه محمد السعيد إدريس في مقاله بصحيفة الخليج الخليج الإماراتية. السبب الذي يزيد من أهمية هذه الانتخابات وكثافة الصراع الاستقطابي حول العراق، فالصراع المتفجر في سوريا وامتداداته الإقليمية والاحتمالات الغامضة لهذا الصراع في ظل دعوة ترامب لدخول قوات عربية لتقاتل في سوريا بدلاً من القوات الأمريكية، وخطر المواجهة الأمريكية الإيرانية بعد تفاقم أزمة الاتفاق النووي، كلها صراعات تضع العراق للمرة الثانية أو الثالثة في مهب رياح شديدة السخونة قد يكون في مقدورها أن تعصف بما تبقى من الحد الأدنى من آمال إعادة بناء العراق. أما السبب الآخر فيعود إلى نتائج الانتخابات التشريعية اللبنانية والتي من شأنها أن تزيد من خطر الصراع حول العراق. في ظل هذه الظروف يحتدم التنافس الانتخابي في العراق، وإذا كانت النتائج ستكون في صالح التحالفات الانتخابية والقوى السياسية الحليفة أو الصديقة لإيران، فإن الفائزين سيواجهون تحديات كبرى من شأنها أن تعرقل أي طموح حقيقي للنهوض بالمستقبل العراقي، وبالذات في الاتجاه الذي يقدم مسعى بناء عراق متجاوز للطائفية السياسية وقادر على بناء مشروع وطني جامع على أساس المواطنة السياسية وليس على أساس الانتماء الطائفي أو العرقي. الكاتب يرى أن التحدي الأول هو الدور المتصاعد لمنظمة الحشد الشعبي في العملية السياسية بدخولها معترك التنافس الانتخابي، والتحدي الثاني هو صعوبة الطموح لكسر قاعدة المحاصصة السياسية التي هي أساس الطموح إلى النهوض بالعراق على ضوء احتمالات فوز الكتل الأشد طائفية والأشد اقترابا من إيران. أما التحدي الثالث فيتعلق بصعوبة مهمة حيدر العبادي إذا فاز برئاسة الحكومة في الحد من نفوذ كل من إيران والولايات المتحدة في العراق، أو حتى الموازنة بينهما في ظل تصاعد المواجهة الآن بين واشنطن وطهران. لم يعد أي شيء حتى الخيانة الوطنية مستغربا في وادي الرافدين، هكذا مثلا يظهر محمد لقاش عضو التحالف الوطني على إحدى الفضائيات ويطالب البرلمان والحكومة بإعدام كل من اشترك في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات مدمرة، وهو يعد ذلك وجهة نظر فقط. صلاح حسن يرى في صحيفة الحياة أن إرادة الانتقام التي جبل عليها ما يسمى بالتحالف الوطني هي التي سلمت ثلث أرض العراق إلى داعش، وقبل ذلك ساهمت بقتل ضباط كبار في الجيش العراقي وطيارين ثم علماء وأساتذة جامعات وأطباء وصحفيين. لا يعرف المواطن العراقي لماذا تمتلئ شوارع مدنه بصورة القادة الإيرانيين وبصورة الولي الفقيه بالتحديد. في كل مرة يبادر هذا المواطن إلى تمزيق هذه الصور أو تشويهها، لكن قادة التحالف الوطني يعيدون نصبها مرة أخرى وبطريقة استفزازية، إلى أن هذا المواطن ستزول دهشته فوراً إذا عرف أن كثيرين من قادة العراق اليوم هم أتباع إيران بالأمس. لا يعرف الجيل الجديد شيئاً عن ماضي نور المالكي ولا هادي العامري ولا أبو مهدي المهندس ولا حتى عمار الحكيم، فقد ولد هذا الجيل بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية وترعرع بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ووصول الإسلام السياسي إلى السلطة. كل ما يعرفه هذا الجيل أن قادة العراق اليوم كانوا في المنافي يناضلون من أجل إسقاط نظام صدام حسين، وقد نالوا ما يستحقونه باستلام السلطة. لا يعرف هؤلاء الشبان أن بعض هؤلاء شاركوا في تفجير السفارة العراقية في بيروت في مطالع الثمانينات بأمر من إيران، ولا يعرف هؤلاء الشبان أن هادي العامري
كان يجبر الأسرى العراقيين في الحرب العراقية الإيرانية على قتال الجيش العراقي، وقد أطلق عليهم لقب التوابين. الكاتب يقول إن هؤلاء الذين يشاركون في حكم العراق اليوم تحت إدارة الولي الفقيه الخامنئي كانت مكافأتهم بحجم دورهم في العراق طيلة 15 سنة، وسيخوضون الانتخابات من جديد للبقاء في السلطة من أجل تدمير ما تبقى من بلاد الرافدين. اكتملت الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية للاحتفال بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس العربية المحتلة عشية الذكرى 70 من نكبة الشعب الفلسطيني في 14 من آيار الجاري. رشيد حسن يقول في صحيفة الدستور الأردنية إن هذا الأمر يعني بصريح العبارة الاحتفال بذبح القدس العربية الإسلامية عاصمة فلسطين الأبدية على الصليب الأمريكي الصهيوني وتقديمها قربان للكيان الصهيوني في أكبر عملية اغتصاب يشهدها التاريخ المعاصر ويشهدها العالم المرعوب بالإرهاب الأمريكي الصهيوني، ما يشكل انتهاكا سافرا للقوانين وللشرعية الدولية واعترافا بالاحتلال الصهيوني. إن الاحتفال بنقل السفارة في الذكرى 70 لنكبة فلسطين وشعبها، لا بل لنكبة الأمة كلها، هي رسالة من واشنطن للعرب كافة ولجميع المسلمين، لمن يعرف ولمن لا يعرف، ولمن نسي أو تناسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً أساسياً في إقامة هذا الكيان الغاصب اللقيط منذ وعد بلفور المشؤوم وإلى اليوم، وهي كانت ولا تزال السبب الرئيس في الحفاظ على هذا الكيان وتزويده بأحدث الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية وبآلاف المليارات من الدولارات ليتجذر في الأرض العربية ويصبح دولة إقليمية كبرى تهدد دول الجوار، وقد شنت أكثر من عدوان عليها وشاركت في زرع عصابات الشر ودعم الانفصاليين في جنوب لبنان والسودان وشمال العراق، ودمرت المفاعل النووية العراقي، وشنت عدوان حزيران على مصر وسوريا بتنسيق تام مع أمريكا لضرب المشروع القومي العربي، وشاركت في العدوان الثلاثي على مصر مع بريطانيا وفرنسا، كل ذلك وأكثر منه وفق استراتيجية صهيونية تقوم على بقاء الدول العربية ضعيفة متخلفة متناحرة يسهل السيطرة عليها وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية. الكاتب يتساءل ما هو رد الفعل العربي الإسلامي المتوقع وقد بدأت السكين الأمريكية الصهيونية في نحر القدس؟ لسنا متفائلين ولن نقوم بالضرب بالرمل للتنبؤ بما ستقوم به الدول الشقيقة من إجراءات ردا على اغتصاب القدس، ولكننا نستطيع أن نؤكد أن بيانات الشجب والتنديد والاستنكار لم تجد نفعا، لا بل شجعت واشنطن ومن لف لفها على الاستمرار في العدوان، فقامت بتجفيف موارد الأونروا تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة المقدس. نشر صحيفة التلغراف مقالا كتبه كون كوفلين يصف فيها العلاقة بين إيران وروسيا بأنها زواج منفعة، ولكنه يتهم طهران بأنها تضمر شرا، ويقول كوفلين إن موسكو لم تكن أبدا مرتاحة في تحالفها مع طهران منذ انطلاق الحملة العسكرية في سوريا، فالهدف المشترك بينهما هو بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه. روسيا لم تتدخل عام 2014 إلا بعدما أبلغها فيلق القدس الإيراني بأن نظام الأسد يوشك على الانهيار، ولابد أن زوال نظام الأسد سيكون له تبعات على مصالح روسيا وقواعدها العسكرية في البلاد. أما إيران بحسب الكاتب فإن علاقاتها مع دمشق تمكنها من تعزيز نفوذها في العالم العربي، وبغض النظر إمداد حزب الله بالأسلحة، فإن الميليشيا الإيرانية والشيعية الموالية لها استغلت الحرب الأهلية في سوريا لإنشاء قواعد عسكرية لها،
وينوه الكاتب إلى أن مبرر توسيع الانخراط العسكري الإيراني في سوريا كان تقوية استعدادها لمواجهة الجماعات المتعددة التي تقاتل نظام الأسد، لكن نشر إيران صواريخ طويلة أو متوسطة المدى هو دليل على أنها تضمر الشر لإسرائيل. ويرى الكاتب أن حرص إيران على استغلال تحالفها مع الأسد لفتح جبهة جديدة مع إسرائيل أثار بعض التوتر بين طهران وموسكو، لأن الكرملين لا يسعى إلى إثارة نزاع مع إسرائيل، بل العكس هو الصحيح، لأن بوتين له علاقات متميزة مع نتنياهو إلى درجة أن موسكو أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سوريا. الكاتب يضيف أن أي تحالف بين إيران وروسيا هو أقرب إلى زواج المنفعة منه إلى الشراكة الاستراتيجية القوية، ويعتقد الكاتب أن أحسن وسيلة تمكن الروس من الحفاظ على قواعدهم العسكرية في سوريا هي إقناع إيران بوقف سلوكها العدائي تجاه إسرائيل. رحبت صحيفة وول ستريت جورنال بالفوز المفاجئ للمعارضة الماليزية واعتبرته أخبارا سعيدة للعالم، خاصة لماليزيا المتعددة الإثنيات في جنوب شرق آسيا. وتشير الافتتاحية إلى فوز تحالف بقيادة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد 92 عاما الذي نجح في تعبئة الرأي العام الذي سئم من الفساد وتخلص من الحزب الحاكم الذي يدير البلاد منذ عام 1957. وتقول الصحيفة أيضا إن ماليزيا تأهلت للدول الديمقراطية، خاصة أن تغيير تخلص من الحزب الحاكم في الانتخابات، وفاز تحالف المعارضة ب 122 صوتا في البرلمان مقارنة مع 72 مقعدا للحزب الحاكم. الصحيفة تؤكد الدور المهم الذي أداه مهاتير في الفوز، حيث كان قادرا على إقناع الناخبين الملايو بالتخلي عن آمنو الذي قادهم لمدة 22 عاما. وتقول الصحيفة: اختلفنا مع مهاتير على مدى السنين الماضية، لكن عودته للسياسة لإنقاذ أفضل مكونات إرثه هي العودة الأجمل. ويستحق مهاتير الشكر لوعده تسليم السلطة لأنور إبراهيم زعيم المعارضة الذي أمضى 5 فترات وراء القضبان بناء على اتهامات ملفقة، ولو صدر عفو ملكي عنه فإنه سيتمكن من الترشح لانتخابات جزئية ويعود إلى الحكومة خلال العامين المقبلين. وتجد الصحيفة أن ماليزيا بحاجة إلى قيادة أنور إبراهيم لإعادة بناء البلد ومؤسساته المحطمة، والمعضلة التي تواجه الحكومة الجديدة هي محاربة الفساد دون إساءة استخدام القوانين والانتقام من المعارضة السياسية، وأنور هو الوحيد القادر على تحقيق الإصلاح. وتلفت الصحيفة إلى أنه لا توجد ضمانات لنجاحه، إلا أن تجربته بصفته سجينا سياسيا تمنحه المصداقية أكثر من أي زعيم سياسي آخر في البلاد، ويمكنه مثل نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا من وضع معايير جديدة من خلال الابتعاد عن الانتقام وترك العدالة والقانون ليأخذا مجراهما. وتختتم الصحيفة الأمريكية افتتاحيتها بالقول إن لدى الحكومة الجديدة فرصة لأن تحقق توافقا على الإصلاح، وربما حاول بعض القادة العودة إلى أساليب آمنة للسيطرة أو إثارة المشاعر الإسلامية والقومية الملايوية. ومن المهم وفاء مهاتير بوعده والتنحي عن السلطة لأنور إبراهيم الذي يعد الأمل الوحيد لإصلاح السياسة المحطمة.
رمضان كريم. مع حلول شهر رمضان تعاني كثير من ربات البيوت والطباخين من مشكلة تحديد كمية الملح في أطعمتهم المطبوخة وهم صائمون. لكن طالبين في المرحلة الابتدائية بأحد المدارس، مدارس ولاية كيرشهير التركية، نجحا في وضع حد لمثل هذه المشكلات وابتكرا ملعقة سحرية قادرة على قياس كمية الملح في الطعام دون تذوقه. محمد عاكف تورتوم وديلارا عبد الهادي يدرسان في الصف الخامس الابتدائي، عرضا مشروعهما في معرض العلوم بمدرستهما أمام جمع من أسر الطلاب والمعلمين. وقال تورتوم إنه تم تثبيت آلية لقياس كمية الملح على الملعقة فور غمسها داخل الطعام دون الحاجة لتذوقه. وأضاف تورتوم إنه حصل على إنتاج هذا المشروع مع اقتراب حلول شهر رمضان، وأوضح أن الآلية المستخدمة في الملعقة تعتمد على سلك وبطارية ومصباح صغير، وحسب كمية الملح يزيد أو ينقص ضوء المصباح. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.